كنت عاني بمشاكل كثير مع ابوي قبل ابوي هلق ما اعتقل يعني بعيد عنكم في النظام. فابوي يدقق علي عاتفة هالشغلات، يعني انا كنت طالع مصروف الجامعي اشتغل بالاعمال الحره ودرس وانجح. وابوي ما يعجبه هالحكي، مفيقني من نص الليل عم يقول لي يا جحش ويا كلب مخلص لي خبز ومدري شو من هالحكي. وانا بتغاضى بطلع من باب الدار بيلحقني حفيان بالحجار. يعني قضيت فترات طويلة نام في الجوامع يطفشني، وحتى يوصي العالم لا تخلوا يفوت لعندكم، لا تطعموه. لا I'm not sure but I also heard it on the news. Your guess is as good as mine. صرت اهتم بهندامي مثلا، صرت احكي بطلاقة. يعني قبل اخ احمد بيعرف يعني كنت كان واحد حتى كثير العالم لاحظوا علي، كنت وقت يسالوني سؤال ضل ساعتين لحتى ارد عليهم، او يقولوا لي مرحبا بعد شو لعشر دقائق لقلن اهلين. يعني كنت صرت احكي بطلاقه، صرت ناقش، صرت كذا، يعني هيك صار عندي نشاط اجتماعي. وضعي يعني الاخ احمد انا بيعرف قبل اضحك لحالي، اتخيل شغلات احيانا البطل الحياة تهده، اتخيل شغلات عصبية يعني انه عم اذبح او بقتل او حدا عم يضطهدني. طلع عليك الحياة هداك انا هيدو قبل ما اروح اتمشى. طبعا كثير يعني انا ما كنت ملاحظة حالي بالمشفى، يعني بعد وقت طلعت بالمشفى لحتى لمست التغيير بحياتي. يعني حاليا عم بدرس، حاليا من شغلة 10 ايام سجلت يعني، بس ما لي هالرغبة كثير. يعني شغلة جابريني علي اهلي، وما مثل ما قلت للدكتور ذاكرتي ما مثل قبل يعني، وهيك وتحصيل العلمي ما مثل قبل. يعني حاليا مرتاح، بس ما بيخلو الامر من انه عبمل، من انه بس عم بتأقلم مع الظرف شوي شوي. بس اكثر شيء عم بدقق على مستقبلي، عم بفكر بمستقبلي، عم بفكر ابني حياتي، بس ما في فرص يعني.